بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم الطالب أحمد صالح من شعبة تحليل عددي 1. راح أعرض لكم الآن تطبيق أندرويد للبايسكشن ميثود. طبعا هذا حيكون تصميم الشاشة، راح ندخل الفانكشن واللور باوند والأبر باوند للفترة وعدد التوليرانس. طبعا الفانكشن راح ندخله في هذا التكست بوكس حسب المثال، لكن احنا في هذا الان تطبيق فقط حتى الان قدرنا نعمل بارسينج لل اللينير فانكشن ومن الدرجه الثانيه والثالثه، لكن تريانجلر فانكشن ما قدرت لسه اتعامل معها. راح نتعامل معها ونطبق الامثله اللي عليها من خلال هارد كود داخل لغه البرمجه، اللي هي طبعا حتكون باستخدام الجافا. راح نطبق الان، نشغل التطبيق. الآن راح نطبق المثال الأول في الدفتر عندي، اللي هو جذر الإكس ناقص كوساين الإكس على الفترة من 0 إلى 1، وهنا حيكون عندي عدد الإتريشن 3. راح نطبق على 3 إتريشن. لو بدنا نطبقها واحدة واحدة راح نشوف الآن النتائج. طبعا هذا الكود الخاص بهذا الفانكشن ثبتناه في كهارد كود في الفانكشن اللي بيستدعي عندي هذا الميثود. فماث دوت سكوير روت اللي هو عشان الجذر التربيعي للمتغير اكس ناقص ماث دوت كوساين للمتغير اكس. فانا استخدمت مكتبه الماث في لغه الجافا عشان استعمل الجذر التربيعي سكوير روت والكوساين. فالان لما انفذ هذا خلينا نشغل، لما اشتغل هنا هذا الفانكشن ما راح ادخل شيء الان لانه هارد كود. راح ادخل الفترة اللي هي من 0 إلى 1، انتر تولرانس. لو دخلت هنا 1 راح يعطيني الاتريشن الاول اللي هو نص. لو الان ادخل بدي 2 اتريشن راح يعطيني 75%. الان راح ادخل الاتريشن الثالث اللي هو مطلوب كان في السؤال نطلع البي 3، فراح يعطيني اللي هو 625 بالالف. هذا بالنسبة لهذا الفانكشن في المثال الأول في الدفتر عندنا الآن. الآن بدنا نشتغل على المثال الثاني اللي هو هذا الفانكشن الإكس تكعيب ناقص 7 إكس تربيع زائد 14 إكس ناقص إكس على الفترة من 0 إلى 1، وراح نشتغل عليه على 7 إتريشن. طبعا هذا الآن بدنا نرجع نعدل في الكود، نعمل هذه الجزئية كومنت ونرجع هنا عشان يقرأ عندي من التكست الخاص بالانتر فانكشن. نرجع نعمل إعادة تشغيل للتطبيق عشان ياخذ الكود الجديد. طبعا هذا الفانكشن الان انا كنت محضره هنا، هذا هو الفانكشن نفسه اللي هو اكس تكعيب اكس باور 3 ناقص 7 في اكس باور 2 زائد 14 في اكس ناقص 6. هذا هو الفانكشن نفسه، راح انسخه، اروح على التطبيق عندي هون احدد هون، هذا هو الفانكشن الان دخلناه على التكست. اللور باوند عندي هنا حيكون من 0 إلى 1 حسب السؤال، من 0 إلى 1 و7 إتريشن. خليني بس لو دخلت هون الإتريشن الأول ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني نص. الاتريشن الثاني راح يعطيني 75%. خلينا نحط اللي هو الان الاتريشن السابع راح يعطيني طبعا النتيجه اللي عندي اللي هي 0.58593، وهذا كمل كمان حسب بشكل ادق. هذا بالنسبه لهذا المثال وهذا الفانكشن. الان خليني الان انزل على هذا الفانكشن ايضا مثال اخر في الفتره من سالب 1.5 ل 2.5. هذا الفانكشن ايضا حضرته عندي هون اللي هو اكس زائد 2 ضرب اكس زائد 1 تربيع ضرب اكس في اكس ناقص 1 تكعيب في اكس ناقص 2. هذا هو الفانكشن، خليني انسخه، والفتره من سالب 1.5 الى 2.5. طيب هون في هذا المثال محتاجين الى 3 اتريشن. خليني امسح الفانكشن القديم وأحدد الآن الفترة من سالب 1.5 ل 2.5، ومحتاجين 3 iteration. خلينا نختار أول إشي نعمل
الاتريشن الاول اعطاني نص صحيح مثل ما حسبناه، الاتريشن الثاني اعطاني سالب نص، الاتريشن الثالث المفروض يعطيني اللي هو الروت اللي بدي اياه اللي هو الزيرو. خلينا نشوف، نطبق الاتريشن الثالث اعطاني زيرو. هذه هي الامثله اللي اخذناها، طبعا ممكن نطبق على فتره ثانيه. هذه الفترة الثانية كان في مثال ثاني اللي هو من، أتوقع هذا مثال مثال اللي أخذناه بالامتحان 2 و4. خلينا الإتريشن الأول اللي هو 95%، طبعا لضمن الفترة. الإتريشن الثاني الثالث، فإحنا أكيد بيكون الإتريشن الثالث عفوا، فإذا الجواب حيكون عندنا اللي هو الذي ينتمي للفترة هاي، حيكون عند الفترة من سالب نص 95%، إذا حيكون من ضمن الروت الأقرب الجواب حيكون اللي هو الصفر من ضمن الروت، لأنه لما أزيد الإتريشن راح يعطيني إشي من خارج هاي الفترة، وأتوقع هو أقرب إلى يكون الروت هنا للزيرو. فهذه الأمثلة اللي أخذناها، وتطبق عليها أي مثال بيخطر على بالك، سواء كان الفانكشن تريانجل بدنا نثبته بده يكون استاتيك في الكود، او اذا كان عندي لينير او تربيعي او تكعيبي ممكن نكتبه هنا في الفانكشن، وتحدد الابر باوند واللور باوند وعدد الايتريشن بدك اياها لتوصل للروت. والله يعطيكم العافيه.